طبعا الموسم هذا حيكون في حر زي ما انت عارف، في عندنا أنظمة رش تغطي جزء كبير، وعندنا تشجير كبير. احنا حنستمر في إيجاد آليات لتخفيف درجات الحرارة، لكن هذه طبيعة مكة، هي طبيعة جبلية صخرية، الزرع فيها قليل، لكن رؤية 2030 أن نحول جزء من منطقة مكة إن شاء الله إلى منطقة خضراء، وهذا سيؤثر تأثير كبير على انخفاض درجات الحرارة. لكن احنا نهتم كثير بالبيئة، وعندنا برامج للتخلص من النفايات، وبرامج للتخلص من نفايات الأضاحي اللي هي هم وعبء كبير، لكن عندنا آليات تخلص منها إن شاء الله. الأمانة طبعا في 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 دورها الأساسي في الحج لا يتوقف. احنا بعد ما ينتهي الموسم نبدأ مع سمو أمير المنطقة نتلقى التعليمات ونعيد التقييم، من 15 محرم يبدأ الاستعداد لموسم الحج القادم.